السلام عليكم الزوينات، كي دايرين؟ لاباس؟ كاع لاباس عليكم، هانين كلشي بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم قاعده في الدار، قلت ما عندي ما شقيت، جمعت روينتي. اليوم ما مشيتش للخدمه، انا تشوفوا في كاع الله غسلت شعري، ما نشفتوش، خليته نشف بحال هكا بحال هكا، ودرت هادي على شعري. وبغيت ندير روتيني اللي كندير ديما كل نهار لوجهي، وقلت غادي نشاركو مع البنات اللي ما تكونش البنات. بغيت نقول لكم واحد النصيحه من عندي، واللي رطبوا وجوهكم ديما ديما ديما، ما تغفلوش اللي تنساو. شو عاد نبان لكم في الماء؟ شو وجهي كي داير؟ ما دايره ليه لا ماكياج لا والو، يلا دقشت وبغيت ندير داكشي اللي كندير لوجهي ديما. ما قلت لكمش خوتي خواتاتي، لحقاش هذا الفيديو على خواتاتي، حكا على حساب العيالات وتا الرجاله، تا هما بغا يتفرجوا مرحبا، ما كاين حتى حاجه اللي ندرقوها وصافي. غادي نحتاج هاد الحليب ديال باش نمسح انا وجهي، اي حليب كان عندكم نتوما، هذا مكتوب في الوجه والعينين والشفايف، مكتوبة فيه ما تيحرق ما والو هذا. وغادي نمسح بواحد القطنة بحال هكا، بغيت نوري لكم، كيبان لكم هذا وهذا معقول. وغنوري لكم باش نغسل وجهي، غسلوا اللي تترتاحوا ليه نتوما، غسلوا وجوهكم قبل ما ديروا هادشي، يكون الوجه مغسول ونظيف. انا غادي نوري لكم دابا باش نغسل وجهي انا، ماشي ديما مره. درت لي واحد الماسك ديال زريعه الكتان، قلت نديرو انا ديما كل فايده دايره معاكم. قلت درت لوجهي قبيله وشي دقشت، وعندنا هذا تنديرو تحت العينين باش ما يبقاوش بعدما مرات يوليو لينا داك التجاعيد تحت العينين. تاهو التزقه ما يفتات، او سيروم هذا ضروري البنات، من اي سيروم، ماشي نوري لكم انا شي ماركه اللي تمشيو تشريوها غاليه، ولا اي سيروم تترتاحوا فيه ديروه. وهذه ديال الكريمه ديال النهار اللي تندير، وهذه ديال العين تديروا لعنقكم باش ما يبانوش لكم التجاعيد. شتي انا راه عندي سيروم اخر، عندي هذاك وهذا، هذا تنديرو بالنهار وداك تنديرو في الليل. هذا تنديرو في الليل وداك في النهار. لقيتو عاقلي، رانا شاركت معكم الكريمه اللي بحال السيروم، انا غنوريها لكم دابا. هانتوما البنات، هاجا هذا هو السيروم اللي السيروم ديال الكريمه اللي قلت لكم، وهذا السيروم ديالها. هادو ديالهم تنديرهم في الليل انا. المهم وغادي نبداو، غادي نبداو، غنجيب واحد ديسكيتو بحال هكا، غندير فوق هاد الحليب تيخلي الوجه رطب 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 وزوين. ولا ما كانش عندكم هذا البنات ديروا هذا، هادي ضروري باش اللي تتكون تدير الماكياج بزاف تتمسحوه وتيحيد، هذا تيحيد الماكياج ضروري، من شي حاجه اللي تحيد لكم الماكياج. حقاش خليتو الماكياج في وجوهكم وخرجتو الشمس صافي، وتتمسحوا بي الوجه ديالكم. انا ما نبعدش عليكم، لا كانوا التكماش باين باين، ما باينش ما باينش، السن راه هو داك، ما نقدروش نقصوا منه، تيخلي الوجه رطب 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 زوين بحال هكا. مسحوا بعينيكم وكلشي، ماشي هذا على حساب كلشي، ما تيحرق ما والو، وكتبقى تحكي في وجهك تتحمري، انا وجهي راه غير تيحمر. مسحوا تاع شفيف، شتو واخا يكون الوجه مغسول، ملي تتمسحو بيضا بحال تيبان لكم الوجه باقي موسخ، تينظف مزيان شي حاجه بحال هادشي هذا. وما عمري ما شاركت معكم ممكن هاد الروتين اللي كندير انا كل نهار وجهي وصافي. وغادي ندير السيروم، ماشي بزاف، غير شويه وصافي.
كون داكشي درج درج صافي ديروا لي بحال هكا وتيدخل في الجلده مزيان. هاتوما داكشي قدامكم ندرج عليه خواتاتي حتى حاجه. صافي انا درتو دابا غنخليه ينشف واحد شويه شي دقيقه ولا جات ينشف ونديرو فوقو الكريمه. غندير هادي ديال تحت العينين، تحت العينين البنات ديروا ليه بحال هكا بهاد الصباع ما توركوش داكشي حيت هذيك البلاصه تكون عندنا زعما ماشي قاصحه حتى تكون شنو نقولوا حنايا ما بغات كاع تسقم ليا بالعربيه. سيب الطاليان ديليكاتا هي زعما حساسه، ديليكاتا هي حساسه، تتكون عندنا هاد البلاصه حساسه هيك رطبه من تحت العينين. ديروا هذا ولا ما تديروش بلاش، ديرها هي ضروري خاصكم ترطبوا اي كريمه كانت عندكم خاصكم ترطبوا بها وجوه، ماشي بالضروري تكون ديال الماركه عاد ديروها لوجوهكم، لا غلط. اي كريمه كانت عندكم ديروها لوجوهكم باش البشره بالاكثريه في هذا الوقت ديال ملي تيبدا البرد، ملي تيبدا البرد راه ما تهليتوش في وجوهكم غادي يوليو مشقي ولا مقشري. واه دهنت عندي كلشي مدهنو شتو، ماشي ضروري الوحده تاع التماكي اللي تيكون وجهها مدهن تيكون زعما ما عندهاش داكشي ديال اللي خاصها تدرقو. والله الا دهني وجهك عاد شويه ديال الكريمه ديري كحيله تخرجي عند زيناتك بلا ماكياج بلا والو. انا ماكياج ما تنديروش مره هاتو انا دهنت وجهي معاكم بلا ما ندهن عندي شي مره، نحيد السنسله وندهن تا عندي في الليل تندهن عندي مزيان باش يبقى داكشي رطب وليدين. واللي ما كانش عنده باش دير قماج للوجه ديروا على القهوه، والله على القهوه والزيت تيخليو لكم وجوهكم رطبين وعند الزينات. وهذا الشيء اللي كاين، انا اللي كانت نشارك معكم ماشي تندرج عليكم ولا هانتوما قبلوا عليا. غنوريكم واحد القماش شريته بنتي عجب حتى هي استعملاته اليوم حتى هي ما خداماش ودارت القماج لوجهها هذا وعجب هذا عند الزينو في واحد بحال الحبيبات تيحيد لك كلشي. هانتوما اللي هنا في الطاليه راه تلقاو في الديكوطا هذا زوين زوين تيخلي الوجه رطب 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 وصافي. وهذا هو روتيني اليومي اللي تندير انا الكميرتي. شوفوا صابو اختكم تدير على القلم هادشي البلدي راه زين ما كاينش بحال. غادي نتكحل معاكم اختي نوري لكم التكحيله ديالي انا كنت ندير ليها. بسم الله درعت واحد شويه في هاد القطنه نمسح هاديك هانتوما عين مكحله وعين لا مكحله الاخرى. واش بغيتو بغيتو تكحلو مزيان دكزو جوج مرات المرود في عينيكم هانتوما صافي هانتوما اختكم تكحلات وصافي. داكشي خفيف ظريف ماشي باش حتى تكونوا خارجين عاده خاصكم تقادو وجوهكم واخا معليش مره مره وحده تدور بحالته واخا تكون في الدار. انا دابا ما خارجه ما والو والواحد يدور بحالته ما يبقاش هامل راسو ولا ما عنديش هادي ما نديرش. اللي ما كانش عندها دابا باش دير قماج لوجهها قلت لكم ديروا على القهوه والزيت ولا قهوه والزيت الكوك ولا قهوه والزيت ديال داك سميتو ديال داك ما ندور لا سميتو باللوز
زيت ديال اللوز، اي زيت كنتو ترتاحوا فيه نتوما ديرو وصافي. وغادي ندير واحد شويه ديال الترطيب ديال الشفيف. واليسر عند المرماق كانت دايره عند هانتوما محمرش في واحد اللويكين زوين. هذا ديال الالوي فيرا شريتو، تنكون في الدار تندير شي حاجه خفيفه ظريفه. ودابا الا بغيت ندوز القلم الحجباني ندوز، ودابا ما ندوز لا قلم لا قلمات بحال هكا نبقى في الدار. وراسي قلت لكم راه خليته نشف على عافل هو كوات، ما نشفتو لا بالشيشوار لا والو. وهادشي اللي كاين، ونتمنى الروتين اليومي ديال البشره ديالكم تهلا في البشره. البشره البنات راه شي حاجه، البشره راه هي المراه، الا كان وجهها باين زوين. وانا شفتو قدامكم ما درت لا ماكياج لا والو، درت السيروم وراكم عارفين كل وجه نظيف باش ديروا الكريمات وداكشي. انا وريت لكم هذا كوشا غسل انا وجهي، وانتم اي غسول كان عندكم غسلوا وجوهكم مزيان ومسحوهم بهذا ولا بهذاك الاخر. اللي كل وحده وماشي هادي تنستعمل انا، هادي تا الاخرين غيستعملوا، لا كل وحده وفين ترتاح. هادشي اللي وريت لكم، ولا كنت غادي خارجه نوري لكم اش تندير لوجهي. عندي هاد البيبي كريم راه ما فايته نوريها لكم شاريه من ليدل، وعندي هاد الكريمه ديال الشمس. هادي عملت تدهني بها بحال هادي، راه الماكياج لوجهك ما فيها اللون وما تمشعش ما والو. صافي هادشي انا اللي تندير، ما تنبقاش نقاد في راسي وندير داكشي زعما ثقيل. هادشي هو اللي كاين دابا، الله يخلينا لا يدوقوا نفس صباغتنا وصافي. وهادشي اللي كاين الزوينات، ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم كندير لكم وصفات طبيعيه اللي كندير انا لوجهي والجسم واليدين. انا يدي اليوم راه ما درت لي حتى حاجه، تندير لي واحد القماج بالقهوه والحامض تيخرج لي يدين بحال هكا يديروا. والمره قالت تهلا في راسها، انا قلت لكم ديما وغنبقى نقولها لكم شحال من مره تهلاو في راسكم ها العيالات ها البنات، ما تبقاوش هاملين راسكم. راه اللي تتهلا فراسها يكون طالع لك الدم مع نوضي خلطي شي حاجه وديريها لوجهك، ودير شي ماسك لشعرك وضربي بواحد التدويشه ودهن وجهك، دير شويه ديال الكحول. ما كاين ما خاصكش تتماكي، هذاك الشيء خفيف ظريف. وتشوفوا لما كانت عندكم الطاقه ايجابيه، مع لقيتي قاعده انا هاجي انا في ما يدير هادي هاملي راسكم رجليكم يديكم وجوهكم، راه ثاني راه خايبه تهلاو في راسكم. وقعد بدا تمشي ليا الصوت ثاني حيت هضرت بزاف. مهم هذا كل فيديو خفيف ظريف وبلا ما نبقى نبلبل عليكم، وتهلاو ليا في راسكم وبوسه كبيره لكم كاملين، وبالسلامه عليكم. باي باي، سلامه.